اهلا بحضراتكم مره تانية في السادسه. مفيش شك انه المصريين محتاجين يطمنوا قوي على منتخبهم، وطبيعي طبعا حاله الجدل اللي حصلت الساعات الاخيره دي نتيجه استبعاد مجموعه من اهم اللعيبه. انا بتكلم على مش بس على شريف وقفشه، لكن بتكلم كمان على مصطفى فتحي، بتكلم على مهند لاشين، بتكلم على احمد سمير، بتكلم على اسماء كان ممكن جدا وجودها يبقى مفيد، خصوصا يمكن اللي خلى الناس تقلق اكتر او تستغرب اكتر انه تم ضم بعض الاسماء اللي بعيده، سواء محترفين في الخارج او حتى لعيبه محليين كانت بعيده شويه عن مستواها في الفتره الاخيره، وبالتالي كانت علامه الاستفهام اكبر وكانت مسار قلق كبير جدا للمصريين. هنتكلم على منتخب مصر، وهكلم حضراتكم النهارده الحقيقه كمان على دوري الظل زي ما بيقولوا، وان كنت بشوف الحقيقه انه منجم ذهب، وبشوف الدوري ده من الممكن انه يحل واحده من ازمات الكره المصريه اللي ظهرت في الفتره الاخيره، انه الاسعار الفلكيه وانه لعيبه الوجوه المكرره اللي بقينا بنشوفها بتتحرك من فريق لفريق، وفي النهايه المردود العام مش احسن حاجه في الدنيا. هكلم حضراتكم على شكل مسابقه اللي انطلقت بالفعل من يوم الخميس اللي فات، وهنتكلم على الدوري درجة تانية ازاي من الممكن يكون داعم للكرة المصرية وكمان لفرق الدوري الممتاز. بشرفنا النهاردة كابتن إيهاب المصري. مساء الخير يا كابتن إيهاب. مساء النور. مساء النور، وطبعا سعيد جدا بتواجدي مع حضرتك كده، دايما كده منور ومتألق وتألق ونجاح ان شاء الله. بشكرك كابتن إيهاب. خليني اقول لحضراتكم كمان على صفحاتنا على السوشيال ميديا، سواء فيما يتعلق بمنتخب مصر اللي هنبتدي بالكلام عليه طبعا، او فيما يتعلق بدوري درجة تانية، اي سؤال تحبوا توجهوه لكابتن إيهاب المصري سعداء باستقبال اسئلتكم طبعا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر وانستجرام. وانا كنت ببتدي الحلقه النهارده كابتن ايهاب بسؤال للناس، يعني حابب طبعا انت اكيد متابع حاله الجدل والاستغراب نتيجه استبعاد بعض الاسماء من منتخب مصر، فكنت بسال النهارده احنا عندنا ماتشين في منتهى الاهميه، الحساب النقاط فيهم ما يقبلش الاسم على اثنين، سالنا الناس رايكم ايه في الشكل الهجومي لمنتخب مصر. قبل ما اسمع رايك تعالى ناخد كده نسمع راي الناس قبل ما ندخل في المنتخب على طول ونتكلم. عندنا مثلا محمد بدر بيقول مصطفى محمد بس هو اللي هيبقى مفيد، لكن كوكا ملوش بصمات مع المنتخب. عندنا نادر مسعد المنتخب مش هيبقى في حالته بعد خروج قفشه وشريف. شريف محمد بيقول اخطا كيروش في عدم الاستعانه بشريف، لكن اعتقد انه مدرب يميل للاعتماد على المحترفين، وافتكر انه اعتمد على مرموش ومصطفى محمد في الماتشين مع تواجد كوكا كبديل لدقائق اذا احتاجه. انا طبعا يعني مش مختلف. طب خلينا نكمل. محمود ابراهيم حاطط التشكيل اعتقد، وشايف ان كوكا هيكون الامثل انه يشغل مركز راس الحربه بشكل صريح. الشناوي، اكرم حجازي، الونش، فتوح، حامد السوليه، صلاح، السعيد، زيزو، ومعاهم كوكا. فادي محمد اتوقع انه الشكل الهجومي هيبقى ضعيف بعد استبعاد قفشه ومنتخب غير قادر على التسجيل، وتحياتي ليك. ده جزء طبعا من كل معانا. محمد هاني، الشناوي، اكرم حجازي، الونش، فتوح، طارق السوليه، عبد الله السعيد، صلاح، وزيزو، ومش لازم مهاجم ماشي انت على اساس ان احنا نلعب ماتشات دفاعيه. مصطفى محمد طبعا محمد بدر ده اللي احنا قلناه من شويه، مصطفى محمد هو اللي هيبقى مفيد. وعلى الرغم من ان مصطفى محمد مهاجم يتمتع بامكانيات جيده، لكن مصطفى محمد بعيد تماما عن مستواه يا كابتن ايهاب الفتره الاخيره. طبعا جاوبني على نفس السؤال اللي سالته الناس، شايف ازاي الشكل الهجومي لمنتخب مصر في ماتشين بتوع ليبيا؟ طبعا احنا ماتشين مهمين جدا، ماتشين مصريين جدا بالنسبه لمنتخب مصر وبالنسبه لينا كجمهور الكره المصريه. نتمنى طبعا المنتخب يطلع بنتيجه ايجابيه تحقق له صداره المجموعه وتحقق له الوصول للمرحله اللي بعد كده. الفترة اللي فاتت كان في تراجع، يعني خلينا نتكلم شوية عن حالة الجدل اللي حصلت من امبارح بعد اعلان القائمة النهائية لمباراتين ليبيا باستبعاد قفشة ومحمد شريف ومصطفى فتحي واحمد سمير. طبعا خلينا نتكلم ان القرار الاغرب او اللي كان عامل جدل كبير جدا هو استبعاد قفشة ومحمد شريف. واحد هداف الدوري الموسم اللي فات او الموسم اللي هو خلص من شهر بالظبط، وواحد يعني احسن لاعب في الدوري الموسم اللي فات. قفشه ومحمد شريف الفتره اللي فاتت حتى مع المنتخب بيأدوا بشكل كويس، بيأدوا بشكل كويس جدا، ليهم دور. قفشه مش هنقول يعني ماتش انجولا هو اللي احرز الهدف والكلام ده، لكن هو اللي بيعمل شكل هجومي، كان بيعمل شكل هجومي للمنتخب الفتره الاخيره، حتى وان كان الناس بتقول ما لناش شكل، بس هو الوحيد اللي كان بيحاول في الناحيه الهجوميه لمنتخب مصر. كان قفشه دوره مهم جدا مع المنتخب، دوره مهم جدا مع النادي الاهلي. ممكن يكون في الفتره الاخيره يعني طبيعي في حاله اجهاد، في
شويه المستوى ممكن يكون بعيد شويه، مش هو قفشه اللي احنا عارفينه، مش هو شريف. بس لو جينا نقارن الناس اللي مثلا موجوده في نفس الاماكن او اللي تم اختيارها، يعني اعتقد ما كانش فيه تالق ملفت او لافت للنظر الفتره الاخيره. عندي اتنين بقيمه محمد شريف وقفشه ما ينفعش استبعدهم، مش ما ينفعش استبعدهم لحاجه يعني الاسباب غير منطقيه، لا هو انت مش هتعتمد عليهم، هتعتمد على عناصر تانية. هو السبب الوحيد المنطقي من وجهه نظري اللي قلت في ده انه بداعي الاصابه، والاثنين اللي انا اعرفهم في حدود معلوماتي الاثنين جاهزين وغير مصابين. طبعا ليه كل الدعم وليه كل الحريه الراجل يختار، ويختار اللي هو شايفه اصح وانسب للمنتخب، لكن الاثنين لو انت مش هتعتمد عليهم بشكل اساسي لازم يكونوا متواجدين في ال 18 في السكور بتاعك، لان انت هتحتاج محمد شريف في وقت من الاوقات، هتحتاج قفشه في وقت من الاوقات، فالاثنين لا غنى عنهم في قوام منتخب مصر. ممكن ما تعتمدش عليهم بشكل اساسي من ال 11 اللي انت هتبدا بيهم اللقاء او تعمل حسابك عليهم، لكن تواجدهم لازم يكون يعني بشكل ضروري بعيدا عن اي انتماءات. خلي بالك احنا بنتكلم لمصلحه منتخب مصر. بالظبط. مصطفى فتحي يعني التقييم بتاع مصطفى فتحي مثلا جه من لقاء ليبيريا مع يعني اعتقد برضو هيبقى من الظلم اللي نحكم على مصطفى فتحي في مباراه ليبيريا، لان ما كانش الشكل العام لمصر او لمنتخب مصر في ليبيريا، كان كل اللعيبه في حالتها او في المستوى الفني العالي جدا. ولو قياسا زي ما انت بتقول كده، طب ما يبقى من الاولى ان انا اخد شريف معايا اللي حط الهدفين بتوع المنتخب في نفس المباراه. حتى الراجل في ناس تقول لك طب الجونين سهلين، او هو متواجد، هو الراجل فرود اتحسب له اللي هو اللي جاب الهدفين، لكن هو مهاجم منتخب مصر الفتره الاخيره، هو راجل هداف الدوري، حتى لو بيقابله سوء توفيق الفتره الاخيره لا استحمل واصبر عليه واكون متواجد، لان هو ورقه رابحه. اول ما استقبلت الخبر يعني ايه اللي انت فكرت فيه يا كابتن ايهاب؟ يمكن انا كنا راجعين، كنت انا وبعض الزملاء في الاعلام برضو شغالين، كان في حاله استغراب شديده، في حاله اندهاش، طب يعني مصابين؟ قعدنا نسال بعض هم مصابين؟ لا ما فيش اي حاله، يعني ما فيش اي اصابه، فالاثنين في حاله جيده. ف ايه ليه انت كمستر كيروش او طبعا كابتن وائل جمعه او اي حد مسؤول في منتخب مصر يطلع يوضح اسباب استبعاد محمد شريف وقفشه من المنتخب في الفتره دي؟ ايه السبب؟ هل اللي بيطلع دلوقتي في اجتهادات بتطلع اللي هم عملوا قياسات بدنيه وشايفين اللي هم الاثنين مجهدين بشكل كبير جدا؟ طب ما السوليه لعب برده مضغوط الفتره اللي فاتت ومجهد، حمدي فتحي، في ناس كثيره جدا. برضه هنرجع، طب انت كراجل مدير فني منتخب مصر انت بتقول انا شفت مثلا، ممكن يقول يعني انا شفت الاثنين مش هيفيدوني الفتره الجايه، هو شاف منين احمد فتحي وياسر ابراهيم مثلا هم اللي هيفيدوه الفتره الجايه؟ الاثنين اللي هو ضمهم القائمه النهائيه اللي هيتلعب ماتش ليبيا. لا وهو كمان يمكن علامه استفهام غير الاسماء مرتبطه بالمراكز. لا يعني انا مش أنا انت طلعت اربع اوراق ممكن تمثل لك حلول مهمه جدا في مباراتين صعبين جدا. المباراه اللي هنا على الاقل انت محتاج هجوميا، محتاج هجوميا يبقى ليك شكل وتواجد اكتر من كده، يعني محتاج في اوقات ممكن في ماتش ليبيا اللي هنا مثلا ممكن يعني الهدف يتاخر، تبقى محتاج أو تعمل ليبيا تسجل هدف او ليبيا لا قدر الله طبعا لا قدر الله ما نتمناش كده طبعا، لكن ممكن يعني نتيجه المباراه تتاخر شويه، فتبقى محتاج تدعم وتعمل كثافه هجوميه وزياده هجوميه. محمد شريف رجله في الملعب، كوكا طبعا فرد محترم وبيأدي بشكل كويس في فتره احترافه، لكن كوكا مع الجمهور المصري ولما بيرجع مع منتخب مصر ما بيعملش المردود الكويس اللي بيخلي الجمهور المصري في حاله قلق كبيره جدا من تواجد كوكا. مصطفى محمد طبعا من الفروده المحترمه جدا، لكن برضه بيمر بفتره انعدام ثقه، حاله يعني انخفاض شديد في المستوى الفتره الاخيره، ما يعني فتح تريم ما بيعتمدش عليه بشكل كبير آخر جدا. اخر مباراه لعبها دقيقه، شارك دقيقه لمده فانا بقول فانت الوحيد اللي عندك رجله في الملعب ومتواجد بشكل كبير جدا وراجل هداف النادي الاهلي وهداف منتخب مصر هو محمد شريف الفتره الاخيره، فهتحكم عليه مثلا ماتش ليبيريا مع يعني حتى لو هو في سوء حالته او مش موفق في اليوم ده في بعض الكور او بعض القرارات، يعني حتى وجود الاسمين دول على الدكه، يعني انت النهارده بتلعب بعبد الله، يعني متفقين عبد الله سعيد خبره وعنده امكانيات ولعيب عنده الامكانيات، رغم انه في ناس كتير متحفظه على عبد الله 90 دقيقه، يعني بتشوف انه في اوقات هتحتاج هتحتاج ممكن تحتاج لا قدر الله في المعسكر او اثناء المباراه الاولى مثلا، لا قدر الله في حاله اصابه عبد الله السعيد، ليه قفشه ما يكونش موجود ورقه تانية مهمه جدا؟ واقول لحضرتك حاجه، في اوقات انت بعيد عن قفشه وعبد الله سعيد كمان كمحمد شريف انت ممكن تحتاج محمد شريف
في ماتش ليبيا لو يعني هناك كمان ان شاء الله، لان محمد شريف عنده سرعات، فانت لو هتلعب في ليبيا زون ديفنس او دفاع منطقه هيجي، هتبقى انت في مساحات كتيره في خط ظهر ليبيا، فهتحتاج سرعات محمد شريف، مش هتحتاج المهاجم المحطه اللي هيتلعب عليه الكره ويطلع بيه. ما حدش فاهم حاجه، بس خلينا نكمل كلامنا مع كابتن ايهاب في السادسه، بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. خليني بس عشان احط الامور في نصابها الصحيح، يعني اكيد طبعا مفيش حد مصري ما نفسوش يشوف المنتخب في كاس العالم، والفكره مش انك انت تنتقد لمجرد الانتقاد، انا بتكلم على كلام شغل مصر كلها، ومصر كلها بتتكلم فيه في الساعات الاخيره دي. ولما اتكلمت حتى ما اتكلمتش على لعيبه الاهلي بس، انا اتكلمت حتى على اللعيبه اللي كنت شايف او الجمهور شايف، مش دي مش وجهه نظري بس الشخصيه، ويمكن حتى كابتن ايهاب المصري كان بيتكلم على لعيبه زي مصطفى فتحي زي احمد سمير، عاملين موسم كويس جدا ويستحقوا، مش بس يستحقوا يبقوا موجودين منتخب، هي مش قصه انك انت مستحق تبقى موجود منتخب ولا، لكن الاهم ممكن يبقى ليك بصمه وتاثير في ماتشين في منتهى الصعوبه. موقفنا مش لطيف، يعني انت النهارده لو متصدر المجموعه او المنافسه على صداره المجموعه محسومه، ما كانش هيبقى فيه رد الفعل ده، لكن المستوى اللي قدمه المنتخب في الفتره الاخيره، الترتيب او موقف مصر في وترتيبها في المجموعه هو اللي عامل حاله القلق، وهو اللي كبر كره الثلج، واللي خلى المصريين يبقوا قلقانين جدا على ماتشين ليبيا. نتمنى التوفيق، ما نقدرش نقول حاجه ثانيه، نتمنى التوفيق، والراجل في النهايه مسؤول عن قراراته، بس يعني الجمهور بيحسبها كده، مش عايزين الراجل يجي يضيع علينا فرصه التاهل وننهي التعاقد وخد الشرط الجزائي وسلام عليكم وعليكم السلام وقصه وانتهت، بس هي دي قصه واولها واخرها. مره ثانيه برحب بيك كابتن ايهاب، هقفل صفحه المنتخب دلوقتي واروح معاك لدوري الدرجه الثانيه، يمكن دوري الظل زي ما بيسموه، على الرغم من انه ممكن تبقى في متعه منافسه، يعني دايما جزء من حلاوه الكوره ان يبقى في منافسه وصراع حتى اللحظات الاخيره، واعتقد ده بيبقى دايما موجود في دوري الدرجه الثانيه، وحصل المواسم الاخيره لغايه يمكن صفاره النهايه ما بتبقاش عارف مين فين ومين هيطلع ومين هيكمل والى اخره، ده يمكن موجود في الدوري. ندي فكره بس الاول على تقسيمت، لانه ليه نظام مختلف طبعا عن الدوري الممتاز. طبعا هو ثلاث بينقسم ثلاث مجموعات، مجموعه بحري ومجموعه القاهره والقناه ومجموعه الصعيد. أيوه. كل مجموعه 16 فريق بيصعد منها اول المجموعه مباشره للدوري الممتاز. بتتلعب الماتشات طبعا على ايام خميس جمعه وسبت، الخميس مجموعه بحري، الجمعه مجموعه القاهره والقناه، السبت مجموعه الصعيد. مسابقه ممتعه جدا، لازم الناس كلها تتابعها، فيها مواهب كتيرة جدا زي ما حضرتك قلت، ممكن تلاقي فيها حلول كتيرة جدا لموضوع الفلوس والأسعار العالية المبالغ فيها اللي بنشوفها الفترة اللي فاتت، في مواهب كتيرة جدا تستحق المتابعة وتستحق المشاهدة في المنتج. وعلى مدار التاريخ في كتير من اللعيبة اللي طلعت من الدرجة الثانية يعني نورت جدا، لعيبة الكورة في لعيبة كتيرة جدا بقوا نجوم لمنتخب مصر ونجوم الكورة المصرية، طلعوا من الدرجة الثانية وكان ليهم صولات وجولات في الممتاز به او الدرجة الثانية زمان زي ما كان بنقول، لكن في لعيبة كتير جدا تستحق. الموسم يعني المواسم السابقة كانت بتحسم لحد اخر مباراة واخر صفارة للحكم، وكانت منافسة شديدة جدا. السنة دي الأمور أصعب بكتير كمان من الموسم اللي فات أو الموسم السابقة، في منافسة شديدة جدا، بالأخص كمان مجموعة القاهرة، مجموعة القاهرة والقناة مجموعة زي ما نقول ضرب نار، مجموعة نارية جدا جدا جدا، تحتوي على العديد من الفرق اللي شاركت في الدوري الممتاز، احنا بنتكلم على دجلة، الإنتاج الحربي، الداخلية، سكة الحديد، منتخب السويس، ترسانة طبعا بتقريبا كبير، بتروجيت، القناة، لا يعني هتلاقي فرق كبيرة جدا ما تتوقعش مين هيصعد، يعني تقعد تتفرج مثلا. والله في اسماء من اللي انت قلتها، وبالاضافه طبعا لمجموعه البحري والصعيد، اكيد طبعا في الحرس، في الرجاء في البحري، في اسوان وسوهاج والمنيا في الصعيد، يعني في فرق كبيره جدا جدا، يعني لما نتكلم عليها ونستعرض اسامي الفرق، لا هتلاقي حضرتك في فرق كبيره جدا وليها باع كبير جدا في الصعيد، وجزء منها نقدر نقول يعني جزء كبير مرتبط بالمسابقه دي، مرتبط بانديه جماهيريه وانديه ليها ظهير جماهيري، يعني كتير. دي مشكله طبعا، يعني مشكله مش عارف ايه الحل فيها، ايه ان ازاي دايما الكره ومتعتها تبقى مرتبطه بان كل فريق يبقى ليه ظهير جماهيري. الترسانه في يوم من الايام، والترسانه بطل الترسانة، يعني الترسانه ليه جماهير في القاهره، منتخب السويس وراه جمهور كبير جدا، السويس، المنصوره، الاولمبي، وغيرهم يعني عشان ما ننساش حد، في كتير، في كفر الشيخ، في كان طنطا طبعا قبل هبوطه،
في كتير، في المنيا، في اسوان، في سوهاج، المنيا طبعا، في الفيوم عنده في كتير، في انديه كتير عندها جماهيريه كبيره جدا وظهير جماهيري كبير جدا. الانديه الجماهيريه بتعاني في الممتاز به او في هي في الدوري الممتاز بتعاني، فما بال حضرتك بالممتاز به بالدرجه الادنى، مفيش سيوله ماديه، حتى اللي بيحاول ينافس تحت بتكون انديه الشركات وهي اللي صعدت الموسم اللي فات. الثلاثه اللي طلعوا من ثلاث مجموعات، ثلاث انديه شركات اللي كان معاهم الامكانيه اللي هو يقدر يكمل لحد اخر الموسم. دي الميزه دي ممكن تكون متواجده السنه دي في مجموعه القاهره شويه. الانديه كلها ماديا تقدر في مجموعه القاهره، مجموعه الصعيد برضو الانديه الجماهيريه عامله تدعيمات كويسه، لكن هل بقى هتقدر تكمل بالدعم المادي والدعم والاستقرار الاداري هيكمل لحد اخر الموسم؟ سياسه النفس الطويل هتكون موجوده عند الانديه الجماهيريه، وسياسه الدعم المادي والاداري والجماهيري هيبقى موجود لحد اخر الموسم. ده اللي بيفتقده الانديه الجماهيريه في الممتاز به، بيفتقده بشكل كبير جدا، عكس انديه الشركات او المؤسسات بيبقى ليهم كل الصلاحيات وليهم كل الدعم سواء مادي او اداري او فني من مجلس الاداره، بيعزل نفسه تماما، بيبقى في ناس مختصه بالكره هي اللي بتناقش الامور دي، عكس الانديه الشعبيه. الانديه الشعبيه بيبقى في تدخلات كتيره جدا برضو من مجالس الادارات، بيبقى في يعني دخول في تفاصيل ما ينفعش راجل اداري يتدخل فيها، لازم الكوره للناس اللي هي متخصصه في الامور الفنيه وامور الكوره. ده اللي موجود في الانديه اللي ليها اللي هي معاها فلوس، اللي هي الشركات او المؤسسات، بتحاول تركز في كده، تحاول يبقى ليها ناس متخصصه في الكوره هم ليهم بس اللي هم يدعموا اداريا وماديا فقط. فده ان شاء الله السنه دي نشوف عكس كده، نشوف الانديه الجماهيريه بتتالق من اول وجديد، نشوف الانديه الجماهيريه وعوده ليها بشكل كبير جدا. نتمنى طبعا حضور الجماهير بشكل مكثف للماتشات الممتازه به، في متعه واثاره. يعني حضرتك هتشوف النتائج امبارح مثلا الداخليه وبتروجيت، ماتش كبير، ماتش دوري ممتاز، يخلص 4-3 للداخليه فماتش كان فيه كوره، فيه اهداف كويسه، مديرين فنيين على مستوى عالي ليهم خبرات كبيره في الدوري الممتاز قبل كده، اسامي كبيره، فلا في ماتشات تستحق المشاهده، في ماتشات تستحق المتابعه من جماهير الكره المصريه. وطبعا بشكركم هنا في قناه النادي الاهلي طبعا اللي انتم القيتوا الضوء على المظاليم زي ما بنقولوا، لان في لعيبه بجد تستحق ان هي يعني طيب نبرزها للدوري. هي البطوله انطلقت بالفعل يوم الخميس، كان اول اسبوع خميس وجمعه سبت كان اول اسبوع. طب تيجي نشوف النتائج ونستعرضها مع الكابتن ايهاب. اتفضل. طيب هنبتدي مجموعه القاهره. دي مجموعه القاهره، الترسانه مع الترسانه كان بيلعب بورتو السويس في الترسانه، تقدم الترسانه، كان الترسانه كان كسبان 1-0 وبعد كده وبيحتفلوا بالمئويه، وكان يعني كانوا عاملين شكل كويس قوي بصراحه امبارح برده على السوشيال ميديا عندهم، لكن للاسف الترسانه في يعني في دقيقتين تعادل بورتو وكسب 2-1. صحيح. بعد كده السويس وزد بيعمل نتيجه كبيره في السويس، وده ماتش من الماتشات الصعبه، السويس في السويس. زد طبعا برده من الفرق اللي السويس طول عمرها على فكره، يعني السويس في السويس ده ماتش، احنا كاهلاويه كنا دايما نبقى شايلين ماتش يعني هام الماتش ده، ماتش صعب وماتش ماتش صعب وماتش كبير، ف السويسه دايما على ملعبهم بجد، وعاملين السنه دي برضو تدعيمات كويسه وعاملين صفقات محترمه، بيلعب زد اف سي برضو، زد عامل تدعيمات كويسه بشغل كويس جدا، فقدر يكسب 1-0، وده من الماتشات المهمه. بورفؤاد طبعا الوافد الجديد والصاعد من الدرجه الثالثه عمل ماتش برده كويس امبارح مع السكه الحديد، وقدر يتعادل السكه يتعادل مع بورفؤاد، لان بورفؤاد كان هو المتقدم 1-0. بعد كده الاتصالات والانتاج، الماتش اللي كان مذاع امبارح، والاتصالات عامل برده فرقه كويسه جدا، صاعد من الدرجه الثالثه وعمل شغل كبير جدا، ومعاه مجلس اداره محترم، وعنده عامل صفقات، ومعاه جهاز فني محترم. كابتن هشام زكريا هو اللي مع هشام زكريا مع الاتصالات، وكابتن احمد كشري مع الانتاج، عامل فرقه كبيره جدا كابتن كشري. ومن الصفقات المهمه اللي عملتها فرقه الانتاج هي الحفاظ على كابتن احمد كشري، لان كابتن احمد كشري يعني عنده خلفيه عن الفرقه وعارف ايه اللي محتاجه، في عناصر كتير طبعا كانت هتسيبه او سابته بعد الهبوط. هو كابتن احمد كشري ينور قوي، تجربته مع اسوان حطيته كده تحت دائره الضوء زي ما بيقول، ويستحق التواجد في الدوري الممتاز بصراحه بالاداء اللي انا بشوفه له، فعمل فرقه محترمه، وامبارح اتعادل في اخر دقائق اللقاء. طبعا الماتش اللي كان قوي جدا امبارح الداخليه وبتروجيت وسبع اهداف، بيقولوا لي ده كان مباراه، كان مباراه ممتعه جدا جدا جدا، مباراه دوري ممتاز الداخليه وبتروجيت، لو يعني ما تتوقعش الفرقتين بيلعبوا ممتاز به. انت بص اسامي المجموعه او اسامي الفرق اللي في مجموعه، يعني حرام يلعبوا ممتاز به. طبعا وادي دجله بتدعيماته الكبيره والحفاظ على جزء من قوام الفريق الموسم اللي فات،
او عمل تدعيمات كبيره برضو الفتره دي، ورجع لعيبه كانت زي شبيطه زي ستانلي. أيوة. رجع مصطفى طلعت، رجع لعيبه وعناصر كثيره جدا، قدر يفوز على بنها الصاعد حديثا من القسم الثالث بنتيجه 4-1. وكان في مباراه كمان النهارده كانت ما بين بلبيس من المجموعه دي، بلبيس والمريخ، والنتيجه النهارده كانت 2-2 بلبيس والمريخ. طيب نروح ل مجموعه بحري، دي الجوله الاولى برضو في مجموعه بحري. دي الجوله الاولى في مجموعه بحري. هي خليه بس قبل ما اروح للسكور، مجموعه القاهره يعني تقدر تقول من الصعب التكهن بالفريق الـ الـ لا، ما هو حضرتك تعال شوف معايا دلوقتي نتكلم اتصالات وانتاج مثلا، فئتين كبار جدا. أي. عاملين تدعيمات، عندهم استقرار مادي وفني واداري وكل حاجه. الاثنين عندهم يعني عندهم كل الامور متاحه لعوامل النجاح. ترسانة وبورتو، ترسانة وبورتو الاثنين برضو عندهم استقرار مادي وفني واداري. القناه والنصر، خلي برضو القناه والنصر مؤجل. يعني في ماتشات ما اتلعبتش في الجوله الاولى. القناه والنصر عشان النصر عنده مشكله في القيد اللاعبين، وتم ترحيل اللقاء، هيتلعب فيما بعد الحل مشكله القيد بتاعه نادي النصر. بس برضو الفرقتين عندهم خبرات كبيره في الدوري الممتاز، وفرقتين برضو ده والقناه ماديا يعني انا بتكلم مع حضرتك ليه ماديا؟ لان هي الماده دلوقتي اللي بتتحكم في كل شيء. فالاثنين عندهم استقرار مادي واداري، فالاثنين اللي عنده الاستقرار المادي والاداري هو اللي هيبقى عنده سياسه النفس الطويل اللي يقدر ينافس على البطوله. فكل معظم الفرق اللي موجوده عندها يعني مجموعه القاهره تقدر تقول كده ان موسم ساخن، يعني موسم ساخن جدا جدا جدا، وده باين يعني. ده واضح جدا كده. مجموعه بحري طبعا، نروح بحري بقى. بحري ايه؟ في منصوره، في المنصوره الاولمبي والبلديه المحله طبعا. كانت بدايه ناريه للفرقتين، ماتش كبير، ماتش قمه. الفرقتين عندهم جماهير كبيره جدا بيحلموا الاثنين الحقيقه، اولمبي وبلديه المحله. البلديه عنده تاريخ كبير، والاولمبي طبعا تاريخ كبير وعنده نجوم كبيره. الاولمبي بقياده الكابتن احمد ساري قدر يخطف اللقاء في اخر 5 دقائق بالفوز على بلدية المحلة بقيادة الكابتن حسن موسى. فكان ماتش كان برضو كان فيه نديه كبيرة جدا، وقدر الأولمبي يخطف اللقاء. بعد كده الزرقاء ودمنهور أعتقد كان لقاء فيه برضو يعني فيه ندية وجدية شوية، كان في ملعب الزرقاء، خلص 0-0. بعد كده ديكيرنس، واضح ان المنصوره بتعاني. ديكيرنس هي من البدايه واضح اللي كان فيه مشاكل اصلا في التدعيمات، عمل 6 صفقات ما كانتش تدعيمات بالشكل الكافي. المنصوره وعنده مشاكل في انتخابات طبعا، وداخلين على انتخابات. المنصوره ده في فتره من الفترات كان بعبع، كان في يعني كابتن ايمن محب هداف الدوري الممتاز، سامر عبد الحميد طبعا مع حفظ الالقاب، وليد صلاح عبد اللطيف، عماد سلامه، عز الرجال، كان في لعيبه كبيره. كان في لعيبه كبيره جدا، وكان جيل محترم جدا جدا. نتمنى طبعا المنصوره. ديكيرنس قدر يفوز على المنصوره على ملعبها برضو مباراه. لا ده ديكيرنس في الكيرنس، لا انا بتكلم عن المنصوره زمان. لا كان الماتش كان صعب جدا لما كان تلعب مع المنصوره على ملعبها ده في وسط جماهيرها. كان ماتشات من الماتشات اللي الواحد كان بيحب يتفرج عليها. كان في نديه كبيره وحماس، ومن الفرق اللي كورتها ممتعه. يعني في فرق تبقى ماتشها صعب بس ما بتلعبكش كوره بلغه الكوره رخمه بس في الملعب بس. لكن دي كان عندهم المنصوره كانت بتلعب كوره حلوه. ياسر ريان طالع من المنصوره صح؟ كابتن ياسر ريان، كان في كابتن ياسر الكناني، عماد سلامه، كان في تحسين، عماد تحسين او كابتن ياسر تحسين، كابتن ياسر تحسين. كان في لعيبه كبيره صحيح. كابتن ايمن محب. فكان في لعيبه كتيره جدا. ديكيرنس بقياده الكابتن حسام عبد العال طبعا، اللي هو اولى سنين التدريبيه كمدير فني، راجل مدير فني محترم، مدير فني شاب، قدر يفوز 3-0. حسام اللي كان بيلعب في المحله، هو حسام عبد العال اللي هو كان ناشئين النادي الاهلي. ايوه كابتن حسام عبد العال، ومحله وزمالك والشباب السعودي. كان من اللعيبه المحترمه برضه. انا كنت بحب ستايله في الملعب صراحه. فهو كان اول سنه ليه مدير فني وعامل فرقه محترمه، وقدر يفوز على فريق كبير زي المنصوره. واعتقد هيبقى يعني منافس قوي على الصعود للممتاز ان شاء الله باذن الله. طيب بعد ديكيرنس والمنصوره في عندنا الصيد بالمحله. الصيد المحله الصاعد حديثا والحمام. كان الصيد بيلعب في كفر الشيخ لان الانشغال ملعب البلديه بالانتخابات. فالصيد صاعد حديثا بيلعب الحمام. كان الحمام متقدم والصيد اتعادل معاه في الشوط الثاني. ماتش متكافئ بين الفرقتين. ابو قير الاسمده وبايونيرز طبعا، بايونيرز برضو من الفرق الصاعده للدوري الممتاز به. عمل تدعيمات في الاخر حسام باولو. ده ايه ده نادي كان شيكو. كان اسمه شيكو، بعد كده بايونيرز بقياده الكابتن مصطفى مرعي المهاجم السابق طبعا. أيوه. تجربه استثماريه يعني. تجربه استثماريه. بايونيرز الصاعد ضم في اخر ايامه حسام باولو ووليد حسن. لعيبه عندها خبرات ولعيبه كبيره. بيلعب ابو قير الاسمده
فرقه محترمه، فرقه برده من انديه الشركات اللي عندها دعم دايما واستقرار مادي وفني بقياده النجم الكبير كابتن احمد الكاس. المصري بالسلوم احد الانديه الصاعده طبعا، تعادل مع كفر الشيخ 1-1، برده تجربه استثماريه في المصري بالسلوم. قياده فنيه الكابتن رضا الفداوي، كان بيلعب كفر الشيخ وكان برده متاخر بهدف وقدر يرجع للقاء. بعد كده اخر لقاء اللي هو سبورتنج والمجد، المجد السكندري في سبورتنج، الماتش اللي عمل مشكله الماتش ده. يعني برده هنقول نقلا عن يعني الصحفي مهتم بالممتاز به هيثم حبيب، ان في مشكله ان في لعيب في سبورتنج لعب المباراه وكان عنده 3 انذارات من الموسم اللي فات. ايوه دي لسه هنشوف، بس ده الخبر لسه نازل من شويه ان اللاعب بيقول كمان ان اللاعب ده سجل هدف من سجل هدف في اللقاء. فهو ده اللي كان عليه مشكله، فيعني هنشوف. بس سبورتنج قدم مباراه كبيره، المجد عنده مدرب لسه شاب من الاجيال بقى، يعني 36 سنه 35 سنه، احمد صالح، صعد معاهم من الموسم اللي فات من الدرجه الثالثه، تجربه مفيده ليه. فكسب 2-0، بس هنشوف بقى اللي هيحصل. لسه لم تحسن بعد، وفي تاجيل للقاء قوي جدا طبعا بين الرجاء وحرس الحدود، عشان الرجاء دايما بسمع اسمه بينافس في الدرجه الثانيه، بس عمري ما شفته يعني. لا الرجاء كان ليه لعب دوري ممتاز من سنين برضو، من الفرق من سنين بس دايما على طول من الفرق اللي تسمع انها بتنافس، بس ظهورها في الدوري الممتاز مش كتير، بس منافس يعني قوي جدا في مجموعه بحري، وليه اسمه وليه تقله. الحاج سعد ابو صندوق هناك راجل من الناس المحترمه، عنده مشكله في القيد فاجل لقاء الحرس، حرس حدود طبعا الفرق الكبيره المنافس القوي المرشح رقم واحد للصعود عن المجموعه. ماتش كبير جدا بين الرجاء والحرس، بس طبعا هو اتاجل عشان ازمه القيد برده اللي موقوفه للرجاء. المجموعه دي اللي طلع منها الدوري السنه دي فاركو صح؟ فاركو صعد عن حرس الحدود. أيوة. حرس الحدود يعني خسر قبل الماتش قبل الاخير مع كفر الشيخ. أيوة. كفر الشيخ ده من الماتشات اللي كانت طبيعي او المفروض كانت سهله بالنسبه لحرس الحدود الماتش الموسم اللي فات، لكن طبعا هي دي الكوره، لازم تحترم الخصم بشكل كويس، والكوره ما بتديش دايما، ما فيهاش حاجه مضمونه. لا طبعا. طيب نستعرض مع كابتن ايهاب نتيجه الصعيد، مجموعه الصعيد اللي لسه خلصانه من شويه طبعا. اسوان، طب تسمح لي قبل ما اخد مجموعه الصعيد والنتائج بتاعه انطلاقه المسابقه، هيكون معنا احمد مصطفى بيبو مدير فني لفرقه اسوان. واسوان طبعا مش محتاجه كلام، يعني واحده من الفرق الحقيقه اللي على مدار سنين طويله شاركت في الدوري الممتاز، صحيح نزلت السنه اللي فاتت، بس خلينا نتكلم على انطلاقه الموسم ده طبعا مع كابتن احمد مصطفى بيبو. كابتن احمد مساء الخير. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، برحب بحضرتك وبالكابتن ايهاب المصري. اهلا كابتن ايهاب، اخبار انطلاقه المسابقه ايه بالنسبه لكم السنه دي؟ الحمد لله بدايه كويسه الحمد لله. اي نعم البدايه بتبقى صعبه بالنسبه للفرق اللي بتبقى مثلا من الدوري الممتاز، احنا بس العامل الوقت كان صالحنا ان احنا اتخلصنا متاخر، بدايه الفرق الدوري الممتاز دي كلها كانت شغاله من بدري لغايه لما رسيت بقى مين اللي هيقعد معاك النادي في الدوري الممتاز، جمعت لعيبه ثانيه عشان اللعيبه اللي مشيت عندك كتير خدت مننا شويه وقت، خدت مننا موضوع العامل البدني، يعني الفرق كلها مش متساويه معانا في الموضوع البدني في تفاوت، فالحمد لله كانت البدايه مهمه لينا ان احنا نحصل على 3 بونت في ظل الظروف كلها. عندكم مشاكل في الصفقات في التمويل؟ يعني اغلب الانديه، لسه كنت بتكلم مع كابتن ايهاب، اغلب الانديه اللي تلاقي عندها شعبيه او عندها ظهير جماهيري بتبقى دايما بتعاني ماديا، ودي معادله احنا مش عارفين حلها ايه. ازاي اتعاملتوا مع ده في بدايه الموسم، وهل دعمتوا او استعنتوا بصفقات ممكن تصنع الفارق، ولا لجأتوا ل يعني انكم تعملوا صفقات في حدود الامكانيات المتاحه؟ الحمد لله بفضل الله احنا عندنا بعنا لعيبه كتير السنه اللي فاتت، ومجلس الاداره متدخل علينا في اي حاجه من بدايه الموسم احنا محتاجينها توفرها على طول، من خلالك بشكرهم كلهم البراس اللي هو احمد سليمان وجميع اعضاء مجلس الاداره، اي حاجه احنا بنطلبها بتلاقيها، بس هي القصه كلها كانت في اللعيبه اللي هتمشي عندك والصفقات اللي كانت الانديه في الدوري الممتاز بتطلبها، فانت كنت محتاج تعرف مين اللي هيكمل معاك مين مش هيكمل معاك، بناء عليها انت هتصنف بقى انت محتاج المراكز اللي انت محتاجها. والفتره زي ما قلت لحضرتك الاول كانت الفتره قصيره جدا، يمكن فتره الاعداد عملناها حوالي 20 يوم ورجعنا تاني اسوان، اللعيبه اللي قدرنا نحصل عليها في الفتره دي مع 7-8 لعيبه موجودين معانا في السنه اللي فاتت، معظمهم هو اللي لعب النهارده بنينا عليهم يعني. لغايه طبعا فتره الانسجام دي هتاخد معانا وقت شويه، والتفاوت اللي قلت لحضرتك عليه في المستوى البدني بين اللعيبه
هياخد اسبوع او اثنين لغايه لما الناس كلها تبقى زي بعض، وان شاء الله نتمنى التوفيق. السكواد اللي معاك يا كابتن بيبو تقدر توصلكوا او ترجعكوا مره تانية دوري ممتاز، ولا شايف ان المنافسه صعبه او ما تقدرش وانت حتى بتتكلم مع اداره النادي، هل ده كان واحد من الاهداف اللي تم الاتفاق عليها انه هدفنا ان احنا نوصل او نرجع مره تانية دوري ممتاز، ولا ده مش مرتبط باتفاقات او تعاقدات؟ لا ده طبعا احنا اسمه اصلا كابتن حابب عارف اسمه اصلا في مجموعه الصعيد اسم كبير ومنافس على طول. احنا بنعتبر يعني حتى الاستاذ مصطفى امين مشرف عام على الكوره بيقولها على طول ان احنا المركز الثاني بالنسبه لنا يبقى خساره، يعني ما حققناش الهدف. الهدف بتاعنا الاسمى اللي هو الصعود للدوري الممتاز، فاحنا ده الهدف الاسمى اللي احنا بنسعى له. بناء عليه قعدنا اللعيبه اللي نزلت معانا في الدوري الممتاز، وبناء عليه عملنا الصفقات الجديده دي اللي ان شاء الله ربنا يوفقهم معانا كده ويقدروا يساعدونا على طول في اقرب وقت باذن الله. مين بينافس اسوان من وجهه نظرك؟ مين بينافس اسوان من وجهه نظرك على تذكره التاهل لدوري الممتاز؟ هي لسه الامور مش واضحه لغايه دلوقتي، بس المنيا النهارده نتيجه كبيره خارج ملعبها، حاطين طبعا تاني سيف برضه في الحسبان والالومنيوم في الحسبان. الفرق اللي كانت بتنافس السنه اللي فاتت هي اللي حطيناها معانا في الحسبان، بس احنا في بدايه الموسم في اول الدور الاولاني بالذات احنا ما بنبصش لحد خالص، احنا همنا احنا بس، كل ماتش بنفكر فيه لوحده زي ما فات الكؤوس 3 بونت يجيبوا 3 بونت ان شاء الله، ونطمن بدري باذن الله. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق ليك يا كابتن احمد والنادي اسوان. يعني طبعا صعيد مصر كله غالي علينا، بس اسوان والمنيا تحديدا كمان، يمكن عشان مش بس يعني فرقه تعودنا نشوفها في الدوري الممتاز، لكن كمان قدموا لمنتخب مصر في اوقات كتيره لعيبه كانت الحقيقه، ويمكن انا اقول لحضرتك حاجه، تصنع الفارق. يعني مجلس اداره اسوان فعلا من المجالس الادارات اللي بتحاول توفر كل حاجه للمدير الفني او الالتزامات اللي عليها للعيبه. فانا عارف ان كابتن بيبو كان طبعا مبروك كابتن بيبو النهارده المكسب، الله يبارك فيك يا كابتن. انا عارف الفتره اللي فاتت كان في صعوبه يعني تكوين فريق بسرعه، وفي لعيبه هتمشي، واللي انت تكون فرقه تقدر تنافس بيها، يعني دي كانت مشكله واجهه اسوان وواجهه كابتن بيبو كان موجود برده مع الجهاز من سنتين. فاعتقد ان شاء الله باذن الله اللي كابتن بيبو قدر يتلاشاها الفتره دي. كل التوفيق كابتن بيبو ليكوا طبعا ولفرقه اسوان، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم مره ثانيه في الدوري الممتاز. طب نروح للانتاج وهيكون معانا كابتن احمد كشري، طبعا كنا لسه بنتكلم عليه من شويه. هارلاك كابتن كشري، خساره نقطتين في بدايه ونقطتين في اخر المباراه قدام الاتصالات، بس ان شاء الله باذن الله تقدر تعوض، انت واحد من المديرين الفنيين الواعدين، وبرحب بيك وبشكرك على مشاركتك معانا في السادسه. طبعا حبيبي ابو حميد نور الدنيا، سعداء طبعا، وبمسي على الكابتن ايهاب طبعا، كابتن ايهاب المصري اللي هداف كبير، كابتن كشري وابو علي. يعني الحمد لله طبعا على المباراه، يعني احنا يمكن لينا ظروف خاصه شويه فريق الانتاج الحربي، لان احنا كنا من شهر كنا في الدوري الممتاز، والفرقه عندي اتغيرت بنسبه مثلا 70%، معظم اللعيبه مشيت، فجت لعيبه جديده طبعا. ساعات لما تجيب لعيبه جديده كمان يعني ما بيبقاش لسه الانسجام، ما مرناش حوالي 10 ايام ودخلنا الماتش، فما فيش بطه اعداد بتبقى اقل يعني من 4 اسابيع. فبالتالي يعني انا عارف ان هلاعب فرقه كويسه، فرقه الاتصالات كان بقى لها 3 شهور ونص بتتمرن، واحنا ما تحملناش الفرصه ان احنا ننسجم الفريق وان احنا نوصل النواحي البدنيه بتاعتنا للمستوى المطلوب. يعني تخيل ان انت تبقى داخل المباراه وانت لسه بتتعرف على لعيبتك وبدنيا ما وصلتش ل 60%، فبالتالي يعني وكنا طبعا احنا اللي اقرب للمكسب التليفون جه في اخر دقيقه من ضربه جزاء التعادل بتاعه، لكن الحمد لله يعني بنقول بدايه برضه طيبه مع فرقه كويسه، فرقه الاتصالات، فرقه اللي صارفه جامد ومعاها يعني جهاز فني محترم ومجلس اداره محترم، فبدايه الحمد لله يعني طيبه مع فرقه هتنافس برضه من الفرق اللي هي تعتبر في المنافسه. ايوه مع كابتن هشام زكريا الاتصالات. صح، وفرقه فعلا زي ما كابتن كشري بيقول هي من الفرق المنافسه. انا بحييك طبعا يا كابتن كشري، امبارح عملت ماتش كبير جدا، عامل فرقه محترمه، عندك عناصر مميزه جدا جدا، اعتقد ان الانتاج منافس قوي جدا جدا في مجموعه القاهره، وهيقدر يوصل يعني لغايه اخر صفاره الحكم، هيبقى منافس قوي جدا على المجموعه، فريق محترم، جهاز فني محترم. فانا امبارح كنت بتفرج على الماتش، طبعا في كوره، في ثقه في الاداء، في لعيبه عند حضرتك عندها امكانيات عاليه جدا وخامات مبشره. يعني انا يعني ممكن اسمي لحضرتك كمان شاذلي او
اسلام جابر او حسن ياسين، لعيبه كبيره جدا جدا طبعا. مع انا من واحد مع نجم من نجوم اللقاء امبارح رضا الويشي اللي ادى اداء بشكل كويس جدا. عملت ماتش كبير يا كابتن، والتوفيق اللي جاي ان شاء الله باذن الله. حبيبي يا بوب يا رب يخليك يا هاب. ويعني انت شفت المباراه امبارح، احنا كنا متفائلين اللقاء رغم ان الفرقه زي ما بقول لك يعني ناقصها حاجات كثيره ولسه ما وصلتش المستوى ان احنا نقدم مباراه زي دي، فده مؤشر كويس جدا لفريق الانتاج الحربي. وانا بس يمكن هي النقطه دي اللي كانت يعني كنت متخوف منها وحصلت فعلا في المباراه واثرت علينا بدنيا شويه في نهايه اللقاء، ان احنا في 10 ايام بس جمعنا الفرقه يا هاب. ايوه كابتن انا معاك كمان، ما تحليش الفرصه ان انا اخد لعيبه زي الفرق الثانيه، يعني انا ما اخترتش اللي انا عايزه، انا بالعكس انا المتاح اللي كان قدامي هو اللي خدته، ولكن خدت مجموعه لعيبه كويسه ما انكرش ان هم مجموعه كويسه، في لعيبه منهم طبعا كانت يعني في علاقتهم بيا ان لعبوا معايا في انديه او عايزين يلعبوا معايا، دي كانت برضه كانت ليها يعني القوه ان هم يجوا لنا، لان كان في انديه يا كابتن كوشر لسه في صفقات ثانيه انا سامع فيها، اعتقد في مهاجم جاي الانتاج ولا الكلام ده مش مؤكد؟ في مهاجم جاي الانتاج ان شاء الله. انفراد بقى انفراد بقى كابتن كوشري ولا ايه؟ نعم مفيش انفراد كده؟ مفيش ايه؟ مفيش انفراد يعني؟ كابتن كوشري ولا لسه؟ والله عشان بس هو على قوه نادي ومنخلص اعاره، فالامور ان شاء الله هتتم باذن الله ان شاء الله، يعني على وشك. هو مهاجم محترم يا كابتن، وان شاء الله هيفيدك ان شاء الله باذن الله. يعني ابو علي برضو يعني عنده مواليد لا ان شاء الله هيفيدك يا كابتن، يعني بيتابع الدوري كله، فاكيد هو اللي جاب لك المعلومه جاب المعلومه دي. لا ان شاء الله هيفيدك يا كابتن. المجموعه فرقه كويسه، وبصراحه مجلس الاداره في ظهرنا، وده يمكن اللي خلاني اكمل مع الانتاج الحربي، ان انا قلت ان الناس عندها طموح الصعود وبنفس الامكانيات يمكن ده اللي انا قلته لحضرتك، الاهم طبعا صفقه وتواجد كابتن كشري. يعني بشكرك كابتن كشري وكل التوفيق ليكم مع الانتاج، وخصوصا طبعا يمكن بتهيألي مجموعه القاهره هي الاقوى والاصعب يعني والاشرس فيها كل حاجه، يعني كل المواجهات اللي فيها هتلاقي مارية فيها مواجهات كل اسبوع حضرتك هتلاقي يعني ماتشين على الاقل ثلاثه فيها مواجهات ناريه بين فرق كبيره جدا. طيب نستعرض بقى عشان ما نبقاش جينا على مجموعه الصعيد، نستعرض نتائج مجموعه الصعيد ونشوف كده. احنا قلنا يعني اسوان وسوهاج خلاص 2-1 لاسوان. بلبيس والمريخ ده ماتش كان مرحل من امبارح. انا اول مره اعرف ان في الصعيد في فرقه مريخ. لا المريخ ده مرحل مجموعه القاهره. لا ده بلبيس والمريخ البورسعيدي ده الماتش ده كان المفروض امبارح، بس المريخ كان عنده امبارح انتخابات مجلس اداره فتم ترحيل اللقاء لليوم، فهم خلص 2-2 كان في ملعب بلبيس، وكان المريخ متقدم لاخر 5 دقائق في اللقاء وبلبيس استعادل. بني سويف وكيمو اسوان ماتش كبير جدا جدا جدا، فرقتين منافسين اقوياء جدا على الصعود للمجموعه. بني سويف 2-2 النهارده، بني سويف قدر يرجع للقاء كان مغلوب 2-1. بني سويف عامل فرقه كبيره برده السنه دي وعامل تدعيمات كويسه، منافس على الصعود بقاله 3 مواسم لغايه اخر نفس، من الفرق المحترمه جدا 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 في مجموعه الصعيد. كيما اسوان مفاجئ الجميع السنه دي بصفقات ناريه زي ما بنقول، وعامل صفقات محترمه عندها خبرات في القسم الثاني. النهارده اتطرد منه اسامه رجب في الدقيقه 35 من الشوط الاول وبيلعب ناقص وكان متقدم. منافسين اقوياء جدا، فماتش كان قوي جدا، نتيجه التعادل دي نتيجه طبيعيه جدا للقاء. تمام. تليفونات بني سويف البداري لسه صاعد حديثا وفاجئ النهارده تليفونات بني سويف على ملعب الاسيوطي وكسب 1-0، دي من مفاجات النهارده برده. الالومنيوم وبترول اسيوط طبعا 0-0. الفيوم الاثنين لعبوا ممتازه قبل كده. طبعا. ملاوي والفيوم ملاوي طبعا لسه صاعد حديثا من الدرجه الثالثه، قدر يفوز على الفيوم صاحب الجماهيريه الكبيره والخبرات الكبيره 2-1، ودي كانت برده من مفاجات اليوم النهارده. المفاجاه كمان مركز شباب طميه يفوز على الاعلاميين 2-0، فدي برده كانت من النتائج المفاجاه بالنسبه لي النهارده. المنيا وانا هنا في ملعبها صعبه جدا جدا، المنيا بيحقق فوز، المنيا بقى لها كتير زمن يعني. بس المنيا تحديدا قدمت للكره المصريه اسماء قدمت اسماء كبيره جدا واسماء محترمه وعامل يعني، ومكسب النهارده ده انذار شديد اللهجه لكل فرق المجموعه زي ما كابتن بيبو قال. ملعب هنا ده صعب يعني، ملعب هنا في هنا هيبقى صعب جدا على الفرق كلها، ان المنيا يقدر يكسب هنا النهارده 3-0 في هنا، ف تحسب لكابتن شيرين. مين الاقرب للمنافسه على مش التاهل لا يعني، في اسوان المنافسه اسوان سوهاج المونيوم كيما اسوان بني سويف المنيا كل ده بينافس، في مجموعه الصعيد هتلاقي كل دولت
بينافسوا، هتلاقي كل دوره لحد النفس الاخير والرمق الاخير منافسين بقوه على الصعود للدوري الممتاز. على الرغم انها منافسه كويسه، وعلى الرغم ان يمكن بحكم طبعا اغلب الاهتمام رايح للدوري الممتاز، فيعني تسليط الضوء على مسابقه من زي الدرجه الثانيه او ممتاز به مش بالقدر الكافي، لكن انا شايف انه في كوره، في مقومات كوره حلوه. حته ان يبقى في خمس ست فرق بينافسوا في كل مجموعه على بطاقه واحده، ده يخلق، ده يدي جو منافسه واثاره ومتعه. كل مباراه كل اسبوع حضرتك هتلاقي في اثاره وفي متعه وفي نديه، في حماس شديد جدا، في رغبه من كل الفرق على المنافسه وعلى الصعود. ففي احنا بنتكلم دلوقتي في كل مجموعه على الاقل في 3 4 فرق بتنافس على الصعود. ف يعني مسابقه جديره بالاحترام، جديره بالالقاء الضوء عليها. وطبعا انا بشكركم للمره الثانيه اللي انتوا القيتوا الضوء عليها او بتحاولوا تلقوا الضوء عليها. لا والله ده احنا كمان ممكن نخصص حلقه ثانيه نتكلم فيها على اهم المواهب، يعني اذا كنا بنتكلم على انه الفرقه دي كلها بتدعم ان شاء الله ومنافسه، فممكن نتكلم على اهم هي بس المواهب. عشان بس التوقيت لسه اول اسبوع، ف الدنيا لسه ما سخنتش، بعد كده ممكن نعمل حاجات ثانيه ان شاء الله باذن الله، حاجات افضل ان شاء الله باذن الله. شرفتنا ونورتنا كابتن. شرف ليا طبعا، شرف وكل التوفيق لفرق الدوري الممتاز بيها ودرجة تانية. إن شاء الله يكون موسم حافل، وبشوف دايما فيها الحقيقة فرصة أنها تدي مساحة ومتنفس ونعالج بيها جزء من الأرقام الفلكية الحقيقة اللي وصلت ليها تعاقدات اللاعبين في دوري الممتاز. وفي النهاية بنشوف نفس الوشوش بس بيتنقلوا من هنا لهنا لهنا، لكن أعتقد أنه المنافسة السنة دي هتبقى سخنة جدا في الثلاث مجموعات. كمان هنشوف ونحاول نبقى نفرد مساحة أكتر مع كابتن إيهاب المصري في حلقات جاية نتكلم فيها على المواهب الموجوده في الدوري الدرجه الثانيه. هنتابع مع حضراتكم طبعا على مدار الفتره الجايه ومن هنا لغايه ميعاد ماتش ليبيا استعدادات وتحضيرات منتخب مصر لخوض المواجهه الاولى، وان شاء الله باذن الله يمكن حلقتنا بكره نفرد فيها مساحه اكبر لمنتخب مصر. بشكر حضراتكم على المتابعه ونتقابل بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.